برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، افتتح السيد محمد بن عبد الله آل سنان رئيس المجلس البلدي لمحافظة المحرق مهرجان البحرين للكل تحت شعار الوحدة في التنوع الذي تقيمه مؤسسة البحرين للكل والكل البحرين في نسخته السادسة، وذلك بمنتزه الأمير خليفة بن سلمان وبمشاركة آلاف الزوار وعشرات السفارات العربية والأجنبية لدى المملكة وعدد من المؤسسات المجتمعية والأهلية. لأنها المحضن الذي يضم ألوانا من الثقافات والحضارات، يأتي هذا المهرجان السنوي ليؤكد وفي نسخته السادسة تلك القيم التي عرفت عن البحرين وأهلها: الاحترام، قبول الآخر، التعددية، الحرية وغيرها. جاليات شاركوا الحمد لله، يمكن حوالي فوق ال 200 وذي طاولة، وفي عروض طبعا الى حوالي الساعة 11 في الليل، عروض بعد كل خمس دقائق يكون عرض لجالية معينة، اللي هي طبعا رقصاتهم الشعبية ولباسهم الشعبي، فكل هذه طبعا في حب البحرين. عندنا المشاركين معنا مراكز ذوي الإعاقة، دور المسنين، النوادي، الجاليات الأجنبية، الجاليات، السفارات، عدد كبير من المشاركين اللي حبوا يعبرون في ذي اليوم عن حبهم لمملكة البحرين. كلنا للبحرين والبحرين كلها لنا، فكلنا قاعدين نساهم في هذا الوطن، هم قاعدين يعبرون عن حبهم، الكل قاعد يعبر عن حبه بطريقته. اليوم يمكن شفتوا تنوع ثقافي، تنوع من كل الجاليات من كل الأقسام، كلهم جايين، اللي جمعنا كلنا هني حبنا لهذه المملكة. وفي خضم هذا المهرجان العائلي الترفيهي وبصبغته الوطنية المعهودة، تثري سفارات المملكة هذه الفعالية بما تقدمه من عروض ثقافية وشعبية وفنية. حبشية كلكم تعرفوا على الجزيرة، من مسلم من أول يجي من على النجاشي، مسجد على النجاشي قدامكم موجود، يعني هذا باب البحرين، هذا بالأقسم حبشية، يعني لما نلبس هذا ملابس سويتنا باليد، يعني ما في مكينة، هذا إثيوبيا تراديشنال دريس كلنا، شوفوا يا جميلاتنا يا هلويتنا. الحمد لله مرتاح في البحرين، ما عندنا مشاكل مع الحكومة بحرين، من البحريني ما عندنا فرق من الحاج نبي، الحمد لله مستانسين. بنحب البحرين وبنحب الملك وجايين نستمتع بالحرية وجايين النهاردة نمثل مصر في مهرجان البحرين للكل وكل البحرين. مؤسسة البحرين للكل والكل للبحرين، وكعادتها لم تغفل عن دمج الأندية والمراكز المجتمعية في برامجها الوطنية، إذ تشارك دور رعاية الوالدين ومراكز المعاقين والأسر المنتجة في هذه المناسبة، بل وبعدد من الفقرات والأنشطة. دعونا وينا عشان احتفال ويا هالمشار الجاليات والبحرينيين كلهم، ها عشان شنو؟ عشان نرفع راية البحرين، احنا بحرينيين ونحب البحرين، وهذه كلها من اللي هذولين احنا بنسوي محن فقرة لهم، نسوي نزلهم عشان شوي يستانسون ويعني يشوف الحياة الحلوة. هذي الشيخ خليفة أبو علي تاج راسنا، يخلي لنا إن شاء الله، يخلي شيوخنا كلهم ملكنا، يخلي لنا إن شاء الله عزواتنا هما الخليفة كلهم، نحبهم والله. أشكر جلالة الملك حمد بن عيسى، وأشكر الشيخ طويل العمر أبو علي الشيخ خليفة بن سلمان طول الله في عمره، واشكر الشيخ سلمان بن حمد بو عيسى، واشكر حكوماتنا الرشيده، واشكر الكل القايمين على هالحفله، والله يطول في عمرهم ويديمهم ويسلمهم كلهم. حق العيسى احبه، بحرين شوفت النوس، كل مكان شوفت. بو حمد سلمان. نحو 55,000 زائر من الحضور اجتمعوا من كل حدب وصوب في برنامج يقول للعالم: ليس للبحرين يوم أو ذكرى أو وقت محدد، فهي في كل وقت للجميع، وحبها من حق الجميع. البحرين للكل والكل للبحرين، لا تفرق بين لون ولا مذهب ولا عرق
ولا طائفة، لأنها وبكل بساطة البحرين. لتلفزيون البحرين صالح يوسف.